قصة شعر بسيطة. أنا جبت لكم قصة شعر كوب كاغي. كوب كاغي البسيطة كيفاش تديروها؟ تقسموا شعر على ثلاثة كما راكم تشوفوا، تفرقوا في الوسط وتشدوا الجانبين والجانب اللي في الوراء، تبدأوا تقطعوا خصلة بخصلة كما تشاهدون على الشاشة. تبدأوا بالعقل كما راكم تشوفوا هكذا. نقول لكم كيفاش تقطعوا اون كرونتون، تقطعوا برأس المقص. الشعر كي تمشطوه وتكملوا ما يدور لكمش على برا، يقعد لكم الانتيريو، يقعد شغل بومبي شباب، ما يعاودش يدور لكم على برا، لازم الشعر يقعد الانتيريو. دونك لهنا لحقنا لهذه المرحله. الموديل حبت تزيد تقطع منه، نزيد ونقطعوا منه، يسمى شدينا الحد تاع الحد تاع الرقبه من تبدا تجي كوب كاغي بزاف شابه في هذه الطريقه، يعني من اللور يجي قصير ومن القدام يجي شويه طويل، وهذه هي الطريقه. كاين عده طرق ولكن هذه هي الاسهل، لانه طلبتوا لي قصه شعر بسيطه. إذن لهنا نديرو هذه الطريقة هذه لكي نتفادى الشعر يدورنا للور، نديك ونقطعو اللي شايطنا نقطعوه، نساوي الشعر بهذه الطريقة. هذه المرحلة كتير مهمة، لو كان ما تساوي الشعر في هذه المرحلة مليح خلاص راح تلكم لاكوب. لازم لهنا اللي تركزوا مليح 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 وتروحوا تنشفوها بالسيشوا وتشوفوا لو راهي مساويه ولا لا، لو سينو تعاودوا تسقموها. دونك حنا راهي خرجت لنا مساويه، سي بو فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا. دونك نكملوا الخدمه تاعنا، نزيدوا، قلنا باللي شعر تقسموه على ثلاثه ونخدموا الجزء تاع الوراء، هو اللي نبداو نخدمو فيه، هو اللي نبداو نساوو فيه، هو لازم يجي سوا سوا كيما شوفوا لا ميش تي موامل تحت هنايا، تشوفوا عليها وتقطعوا، تساووه كامل عليها وشوفوا على تقطعوا برأس المقص. شوفوا رأس المقص يجيكم كرونتي، يجوكم مدرجة. كي يكملوا كامل ويديروا بالمقص المدرج، أنا نفضل نقطع هكذا برأس المقص من الأول، يعني لاكو كي تكون من الأول مليحة تخرج لكم مليحة. نواصل تقطيع الشعر بنفس الطريقة برأس المقص. إذن إن شاء الله تكون الصورة واضحة. كيما خدمتوا منا تخدموا بالجهة اللي مليح. إذن راح مساوي مليح، نزيدو نجيبو الجهة العلوية. شفتوا كيف شعر مقسوم الشعر؟ الجهة العلوية. كملنا الوراء، دوك نزيدو نساوه، واللي قسمناهم من الأمام مازال ما مسيتهمش، في الاخير اللي نروحو نقطعوهم كيما راكم تشوفوا. في الامام راهو مقسوم في الوسط، اذا نكملوا نقطعوا براس المقص كيما راكم تشوفوا، يعني حاجه يليق لها لازم تكونوا متيقنين باللي راه مساوي سفل الشعر وين قطعتيه لتحت لا بيس تي موا، واللي شاطلك تنحيه يشيل واحد، نقولوا واحد نص سنتيمتر ولا واحد سنتيمتر. كي ديروا هذا الاشاره هذه ديروها، نقطعوا هذا شويه هذا المرحله لكي نتفاداو الشعر يدورنا الى على برا اليكستيريور، باش يجينا شغل بومبي شويه من اللور، ام تي بو بومبي، يجينا على شكل قالي دائري شويه مشطوح.
هذه هي علاش راني ندير نقطع نساوي فيه هكذا. تجبدوا شعر وتروحوا تشوفوا لتحت تساووا عليه تشدوا عليه بياس تيموا من التحت شوفو تيموا، واللي شاط تقطعوه زاوية لازم تكملوا الجهة اللي منها كامل تساويوه. يشيط لكم واحد سنتيمتر هكذاك ولا نص سنتيمتر العماش تيموا. دوك هنا نروحو لوكوتي، نبداو في لوكوتي، نروحو نديرو البلونجون تاعنا باش يجينا شوية بلونجا. لازم ديرو شعر وراء الأذنين كيما راكم تشوفو هكذايا، وتروحو تقيسو على العماش تيموا اللي قطعناها من اللور كيما راكم تشوفو هاك مر ودنيكم، وتروحو من اللور وتقطعو. تبعوا الطريقة هذه تخرج لكم قصة جميلة جدا 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 بالنسبة إلى اللي تحبها قصيرة. درتها لكم من قبل، درتها لكم طويلة، بصح دوكا أني درتها لكم قصيرة. ان شاء الله تكون عجبتكم لا كوب كاري ليجيرمون بلونجون، والى قصه واحده اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.